السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. يا ربي أحس بها تدعيني تقولي جزاك الله خير، زين سويت زين سويت، تيملت بلا غافل عني، بلا غافل عني، وين سرت وين سرت عديب عديب هالعناية يوم كنت عند أهلي، عديب هالعناية يوم كنت عند أهلي. أسميك يا هل هذا اللي هو شاهي شاي الكمبوست اللي هو شاي السماد، سوى لعب دور. شوف الله عليكم تبارك الرحمن، أنصح ببوي كل حد أنصح حد يرمس من الصبح عن السماد. أول شيء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. نزيد نرد على لازم أتكلم عن هالموضوع وايد ضروري، سحر سحر تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله. نسبة اللي هنا من أشوف شيء زين ويفرح الخاطر برمس أنا، لجل العرب تستفيد منه، حد من العرب يوم يحصل شيء ولا يسوي شيء ولا يعرف إنه مكان يوزع. الأول في السنين الأولية والوقت الأولي يوم يسمع ينقع صاي هناك والله بيت يزكون ولا بيت يظهرون صدقة ولا ناس يعطون ولا ناس بيستوي عندهم عرس، نقع الصايح لجل العرب كلها تستفيد. الأول العرس الناس تستفيد منه، غدا وعشاء وريوق ريجات والغديات والعشيات، ناهيك عن المالد، ناهيك عن الطرب، ناهيك عن الرزيف والعيال والليوة والمديمة، كل شيء اللي يستوي في العرس يفرح العرب. فيتزاق روبا وينقع الصايح، اتي الناس كلها من شرق ومن غرب، حد على سيكل، حد يمشي، حد عبري، وحد شوف اقول من كل مكان يتجمعون. ولا حد من العرب اللهم لك الحمد، من يسمع عند حد عند شيء ولا شيات ولا الوزاره الفلانيه تقدم الخدمه الفلانيه ولا البيت الفلاني ترى عندهم الحدث الفلاني ويسوون شيء، ولا الوزاره الفلانيه تجسم ظاهر امر من ينقع الصايح. الاول ظاهر امر ترى الشيخ أمر يجسمون البقعة الفلانية يقزونها أراضي، يقزون البقعة الفلانية بيقزون أراضي، ما خبر حد، سار روحه وطلب العمرة والعيال وأخوانه وأخوته. أول طلب العمرة، أول بادي طلب العمرة، وكان فيه يود وفيه كرم طلب لأخوانه وخواته، وكان أبوي برصيص زطين مكفخ، والله ما يطلب إلا العمرة ولا بيقول حق حد، ما بتوع الا تنشت بنايت ونش بيت ونش الخبر والعلم. عقب وين هذا قيت يوم الصبيراق الناس خذت ما تدرون، والله ما ندري هايك السنين ابوي جسمه زين كان ويانا وكان عندنا لفلان هذا اللي ظهرت له هالاشياء كلها. اي فلان ابوي ما يطري حماله ما على اصطاح، واقضوا حوائجكم بالكتمان، اخذوا حواجكم بالكتمان. هذاك اللي عنده مشروع من ناتج نفسه بيسويه، عند عمل من ناتج نفسه بيسويه، ما بشي ظاهر من المعازي ولا عند الدائرة الفلانية ولا من الديوان الفلاني ولا من الوزارة الفلانية ولا من الدائرة الفلانية. ويا خبر بدا عمره يعني بخبر ياري، بخبر صاحب، بخبر صديق، بخبر اللي انا يارس وياهم في البيت ولا في الميلس ولا في البرزه ولا في المكان، بطري بقول اني انا ساير المكان الفلاني، سمعنا ان يجسمون المكان الفلاني الشيء الفلاني، والناس بتستفيد، بيستفيد الصاحب والصديق الناس كلها. يعني الحد من العرب يبى الشيء للبطن، هون الشيء للعمارهم. وغادين الله بالمستعان شرات جهنم، هل امتلأتي؟ قالت هل من مزيد؟ ولا يخبرون حد شو عندهم، شو يحوشون، شو يلوشون. ويا ليتك تشوف شيء من علامات النعم وكرم الله عليهم، يا ليت تشوف شيء بوادر. الله سبحانه وتعالى يحب يشوف نعمته على عبده، ان العبد يوم عنده شيء يعني يشوف عبد لابس، يشوف عبد ياكل، يشوف عبد يشكر الله. حد من العرب والله ولا يطري ولا يقول ان عنده الشيء الفلاني ولا عنده الشيء العلاني ولا ياه الشيء الفلاني ولا الحمد لله نحن بخير وسهال. ما يشكرون ولا يقولون الحمد لله. والله يا ابو كل لا نايد ولا نعلم، ما عدنا
ما يصيحون بالمالحة ولا يقولون ولا يقول لله بقول بيني وبين ربي على الأقل بقول يبي حد يسألني ها شو الحالة والله يبقى الحالة ضنكة ولا نايد ولا نعلم ما في بيتنا قوت يوم ما في بيت من قوت يوم هالبنايات اللي تناطح السحاب وهالشركات وهالخير يوم بتصير بيوتهم ولأن الوعيان الله بالمستعان وعيانهم هاللي ينحطن على الطاولات من كل قطر أقنية من كل قطر أقنية ما شيء حرارة تشابه خدته ما شيء صحن يشابه أخوه خواشيجهم معفصات من سنة دقيانوس صمطاتهم مطرطرات حالتهم لله ثيابهم لو بتمط يد الواحد اليد الكم هذا يلكم يربع وياك نعم الخياطة متهتي ناس الخيايط تصير وتي عليهم في الشهر في شهرين تخيط عايش في رغد لا هدمة يحيتونها من سنة من لك سنة الهدمة يحيتونها حياتك تنحاج حيج الهدمة عندهم يجحتونها جحات شو السبب من البخل من البخل تصدقوا وأظهروا هذا وخيطوا الشيء اللي دي لونكم ما عندكم ما عليه الإسراف مبزين لكن كل شيء واللي عمر افتراضي بفنايل هاي فنايل فانيل بعشر ربيات وخمس ربيات يلبسونها لين تتخبق تشوف الكندورة من خاري تتصالق وتشوف خبوط خبوق الفوانيل تبين من برا الكندورة من أسف السفرة ويا ما عندك ويا ما هني ويا ما هناك والفوانيل بخبقات شو ناهيك عاد عن الوزار ناهيك عن الحالة شو بقولكم أمور يلا بدنا نرمس خلافة وانا شي خصني في هالامور كلها يلا ما بدي حيلة لكم اليوم عاد من نشيت الصبح من صباح الله خير من عقب الفجر في بالي هالغنية وقلت سمعت وديتين ثلاث وقلت في خاطري ليش ما سمعها الجمهور معروفة الجمهور بعد يلا جان حد هين من البارحة في الليل وفي خاطري حصلا سمعت ثلاث اربعة وديات قبل ما رجعت طاري البشارة في الوقت الأولي
كم هالعرب اللي أبوك استفادت من وراء البشارة، كم هي آلاف مؤلفة. كان الرجال جاي إنه مولود، ولا جاي إنك ضيف، ولا جاي إنك صاحب، ولا صديق، ولا محصل وظيفة، ولا جاي إنه خبر، ولا البشارة ظهرت لك الأرض الفلانية. الحين شكرا، وين البشارة؟ شكرا، بعد شيء تبه ترى قلنا لك شكرا، وهذه البشارة ضل عنك وياها من البشارة. والله ولا دمي يصخ عنكم، ما شي فايدة، لازم هالختلة. شكرا شكرا، يا بالك خبر يسوى ملايين، شكرا بس شكرا، ما شي بشارة، لا حول لا قوة. حبش نوبي زفه، زافين ابو الزار، زافين الزار، هذا زفية زار ابوي، وهذا ضيفكم. شكرا شكرا بار، ثانك يو ثانك يو ثانك يو براذر ثانك يو. هذا ابوي عنوانهم اللي بيشتركوا وياهم، ها حبش زاروا نوبي، زاروا نوبي، يا رك الله يا رك الله، ايوه انصرك الله يا عتيج، يا عتيج ويا عتيج، صرك الله يا عتيج يا عتيج، وخيب مكثرهم. ها اظهروها العروس، اظهروا العروس، اظهروها، ابشروا بهالعروس، ابشر بالعروس، العروس اظهروها، قالت العروس حتى يهيل ابوي كل عسب العروس، لا تقولون ما حد قال لكم. يا سلام سلم، يا سلام سلم، شو العالم ها اللي يطمش من شارق ومن قار. هذا مرحبا مرحبا حليلي، مرحبا ما شو يا ربي بعد ان شاء الله عارف عرب هناك دوم يوم يصور يسوي الحركة هاي، ما أدري ليش. هذا علم مال ماتم عندهم بعد، هذا أبوي علم الماتم، نشوع إعلام مال يا رب والله إن نشر مال ماتم، تقولون ما قلت لكم. Shut your mouth قالوا أبني. خيب 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 يا العالم. عليكم هذا مقصرني أنا عدالة، طالعوا بالله عليكم، طالعوا 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 عدالكم، حليلي حليلي طالعوا مقصروني عدالة، أرب الله تم أطولة أنا أبو ما خطوا له طول ارباعته كلهم ابوي، بس عاد عليكم بس عليكم. ها انت وين؟ وين موجود؟ بضبي يعني ما بتي اليوم؟ يلا ترياك حبيبي، تولهت عليك الحنايه. Good morning, come here quickly. What is the difference between yesterday and today? Yes, yesterday it was not nice. Now look very smooth. هي والله. And very clean. نعم، الكذب خيبة مار، ومنظلمهم هاي الشركة اللي جتنا البارحة، شغلهم مميز وفنان، والكراسي والله يتحرهم توهم ميوبات من الحفيز. توهم ميوبات من الحفيز، رقم واحد، وشغلهم فنان ومميز، وايد غيرهم فرق السمع عن الأرض. يا غير بس نقطة الخلاف بيننا وبينهم شيء واحد، هم قالوا في خلال ساعتين بتنشف الأشياء هذه اللي أنتم مسوينها شغلهم، لكن أمس طول المساء البحر طول مسانا نحن ومخلينهن مهبوبات، يعني هاي كانت تحت على الأرض عسب يحفن زيادة، وحفن زيادة وغدا أخير. فقط الفرق اللي بين كلامنا وكلامهم، هم قالوا أنه في خلال ساعتين بيشغلهم، خد تقريبا ما يغارب خمس ساعات. نحن خلينا ابو بيتنا لا يطول الليل، طول مسانا البحر عزم البيت لا يطحين رتبوه، الفرق السمع الارض، فرق السمع الارض، ما تروم تظلمهم الكذب خيبة. يزاهم الله خير وبارك الله فيهم والله يحفظهم. هل يسووا ما اعرف حتى اسمهم، يعني هناك موجود في الستوري مال البارحة. ابشركم بابو صل صلاح. Good morning مستر صلاح، صباح الخير، how are you؟ تمام تمام. يلا انزل عادة، لا لا انزل وياي، انزل بتمشي وياي شوية، بعد سكر في وجه الجامع ما اقول عنك شيء.
صباح الخير. شايفك تعال عاد تعال. كسرت الدنيا كسرت الدنيا صلاة. صباح الخير. تمام. اصبر عاد تترامى. صباح الخير. تمام. قولهم جود مورنينج. هذا تو. جود مورنينج. موني. هاو ار يو ماي فريند. زين. كل شيء زين؟ تمام. شو صغيرون بخير؟ ايه. شو سموها؟ خدية. سموها خدية؟ أبرك الله سامي اسم خدية. اكو. اسم ابو. شو؟ هذا كلام فلان. منو يكلمنا فلان؟ هذا كلام فلان كلام. اقترح شو سموها صغيرونة؟ حبيبي لا ما بنظر ما... لا ادري عندك الصوره تبي ترابون اياها صوره صغيرون نحن ما برونا نروي العرب صوره صغيرون لا لا بيزعلون ما هي ما فينا ينقمونا اظهرتوا صوره بنيتنا ما فينا يلا المهم البيت خلاص انت صبحكم الله بر شو؟ بالبيت بعدني ما تريثنا لين الحين كنت فوق واسولف سلام عليكم مكران هب مكران شامبين شامبي صباح الخير شو تسوي؟ هي هي جلب جلب جلبت كامل؟ هذا؟ هي هي هناك المستقبل الحين زين يلا زين رجال جلب عاد حق العرب شو ايش قاعد تجليبك؟ ليش ما بشيول؟ حتى لو صغار يسد هالشكل؟ انسي ماشي يا ولد ترى برا زين تهويه التربه تهويه هاي تهويه هالنمونه حطيت له هذا الشاي لبتن لبتن مال زراعه هذا سمال ماي حطيت زين بارك الله فيك هذا امس اعطيه هذا اليوم كله في فاي اليوم عطيته اه والهمبه وما همبه الامس عاطنا شكرا شكرا يا شامبي يا شامبي يا ابو المرق شلك راعه ونقط بناكل هذا اللي تشوفون شيء وايد زين هذا ماي السماد ماي السماد عباره عن كل درام ب 200 لتر تحط فيه يونيه سماد وتصب عليه ماء وتخمره يوم واحد نهار ثاني تبتدي تسجي فيه تخلي الحثاله تحت وتسجي بالماء ونهار وتمزره وتخلي بعد يومين وعقب تسجي من نفس الشيء كل شيء العود تعطيها بالدي سطر من الكبار والشيره صغيرون اللي كبر هاي من المحزم وتحت تعطيها كبر القويطي هذا يعني حول كيلو كيلوين والشيره العود 4 كيلو والدنيا مترجف ما شاء الله تبارك الرحمن عقب يومين ثلاثه من يخلص مفعوله هذاك الحتاله هذه تشيلها وتنثرها تحت الزراعه تشلها وتنثر شوف مثلا تشوف انت وانت تمشي لقيت التربه هذه الخضار هذي تشوفون هذه بكتيريا هذه ضروري انها ما تظهر على الزراعه في حال لقيت الزراعه فيها هذا معناته ان الماء وايد فالماء وايد بالرغم ان احنا نسجي يوم هي ويومين لا يوم هي ويومين لا ومعها تظهر الفطريات البكتيريا هذه الشبه هاي اللي تشوفونه هاي بكتيريا ضارة ما بزينة للشير أبدا أبدا ما. تعال يا تعال تعال دي شوف شامبي هذا شو بكتيريا هذا أي هذا هي الآن شوف الهن اليوم هي قلاب كله البروش بروش وما تعطي ماي لا هي هذا بند عن هالماي هاي حتى هاي بادنها شوي شوفها لا كله هذا شكل ليش ما صير وقت قلب ما صير بروش تقول تنين ثلاث يوم هالليله اي ماي كله واحد مكان ما أيوة. ماي مكان واحد آه. مكان لازم يجي انزين الحين انت ما سويت بروش هذا لا لا انزين كم اربع يوم صير قلب لا خلاص الحين هذا خلاص اليوم سجلت بروش بعد حب تسوي بروش اول شيء جلب وعقب سوي بروش هي. هاي هذا مكان هي. سويش بيال شيء ولا سوي قليب وبعد سوي بروش يا بارك الله فيك بارك الله فيك يا شامبي يا شامبي يا ابو المرق شلك راح يا زين انا حبك انت وين ينة العرب ين والله اني ين اللي ما ين بالنسبه مال المبيد مال المبيد الامن الطبيعي اللي رمسنا عنه ان شاء الله تري شو اسمه المهندس متيجي
مهندس منهل من يجيني تصير بنصور. الحين هو ساري يجيب خو حرمته من المطار، خو حرمته جاي من بلا ما ادري وين، شو من البلادين جاي، وساري يستقبله وقال لي خالد احنا وين نصور اليوم الصبح، موعدينكم اليوم الصبح نصور المكونات والطريقه وكل شيء. والله كل شيء ذاهب، مزهب المكينه، مزهب داقين الثوم وشارخين الزنجبيل، يا غير ما رمنا نصور لين هو قال بنصور شيء بالعرضه، وانا تصور بالعرض يظهر زين واضح حق اليوتيوب ويظهر فنان، فلذلك بنتريا ان شاء الله لين يجي. ايش بسوي منه؟ جود مورنينج مستر صلاح. مستر صلاح السلام عليكم. جود مورنينج، صباح الخير. تمام محسن تعرف شو يقولنا اليوم؟ بسرعه عاد بسرعه. يا سلام محله زايد اليوم، محله زايد. يا سلام يا سلام يا سلام. ايوه وين دباب هذا؟ هبتباب حبيب محله زايد، وهذا شو ودنقا وهذا عاد قوم عسل وجام وبينات بتر، وفضل من الله سبحانه. وانت تودر هالدنيا كلها وتاكل لحم على فكره، على فكره انا انت يعني شاهين، شاهين انت شاهين. من شاهين دعربيه دي ولا طير؟ تاكل من صباح الله خير لحم. يا الله بصباح خير. ما يقول ما يقول. قول لي ليس ليش ايه لا تصير تودرنا. شوف شوف ها لحم، لحم من صباح الله خير. هي نعم هي هي حد ياكل لحم؟ قول له بالليل. لحم بالليل تاكل اللحم في الليل ولا في الظهر؟ لحم بالليل. انت شو تاكل صلاح؟ دنقا. كل يوم يتبدل، كل يوم every day change every 2-3 days. وين ها؟ look at this one. sleep sleep عقي خاري brand new one. thank you. هاي الهليكوبتر كل يوم تخرج قدام بيتنا، كل يوم ها تشل الدنيا فوق راسه ما يندرى منه. شوف بالله عليكم، شوف الصدفة شو تلعب، شوف اللون، شوف اللون في ذمك. ما بصدفة، صدفة جميلة. شلي شليهم بسرعة، صدفة فنان وايد يعني، صدفة يعني مميزة يعني. شوف سبحان صدفة ويا محلى الصدف. هاي هاي يوم أقول لك صدفة ويا محلى زمزميتنا بفنايلنا بمقصرية مديل واحد ها الدلة بالفنايل بالمقصر. شوف صلاح، صلاح يسألون بلا صلاح ما يلبس المقصر. المقصر اللي هنمونه بيت. وليش ما تلبسه؟ ما تبى صح؟ تبى ولا ما تبى؟ نخليه إن شاء الله. أقولكم ما شيء في العناية ما يظهر، يوم ما يوم تعتني كل شيء يظهر. شو ما شاء الله الشريفة، شو ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الشريفة ثلاثة أربعة كلهم ضربة. يوم تعتني في الزراعة كل شيء يظهر، كل شيء يظهر تبارك الرحمن. الاسم مبروك مدينة محمد بن زايد. الاسم مبروك، الاسم مبروك مدينة محمد. اسم محمد روحه بركة. اللهم صلي عليك وسلم يا سيدنا محمد. نعم ما بالك لازم. الحمد لله رب العالمين، نعمة 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 يبقى الحمد وشكر. أمورنا طيبة، نحن بخير وسهال ولا نشكو من باس. انا عن عمري والله اني مبسوط، واللي اعرفهم مبسوطين ومستانسين وعايشين بخير وسهال. ما بلازم تتملك مال المؤمنين والمؤمنات غادي سعيد، وهذا ما بلازم تطالع اللي عند غيرك انت وتبي غادي عندك شراته او اكثر عنه، لا ما بلازم. ما على كل حال ابدا، القناعه كنز لا يفنى. لازم يقول الحمد لله وين كنا عشنا الأول. أنا روحي أول ما تعينت في الجهاز، جهاز وظائف الاستثمار، والله 3200 معاش، 3200 أسير كل خميس يوم عدبي، وأسكن في فندق حياة الجنسي. تعيدون هذاك الأولي ما عندها بباجي لي اليوم لو شلو، وأسكن في فندق حياة الجنسي، وأجلس الخميس واليوم وأكل في كل مكان. لكن ما كنت أكل في المطاعم الفنانة، أكل وين ما وين ما وين ما صرت كلت. ما كنت ما اهتم في المطاعم بمطاعم والاشياء هذه، يعني زرع الله وعلى الله. ما بهام مني المطعم وشو الاكل وشو الشرب. وين ما جيت ابوي حتى في الضيف اي ماتم كلت عندهم، عزيمه كلت عندهم، معاريس عمال ياسين يلا استوي. العمال اللي في طرف المعاريس يوم استوي عرس والاشياته تلقى العمال روحهم غارفين ازاحمهم، والله اني اجلس ما بينهم واكل وياهم الاكل ويا العمال. ما زين غدي وايد غدي فنان
تحس بطعم العيش الفنة خاصة يوم تي تدخل عليهم بينهم لا هد ولا هدأ وهم ياسين عاد صك وحك يعني أهم الحركات الأولية اللي كنت أسويها. هي والله 3200 والله يا أبو عايشين بخير وعقب رفعوا المعاشات إضافة 100% استوى المعاش 6600 وآزمت عاد أسير البلدان المجاورة يمين وسار ومني ومنك ولا لا 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 والدنيا مطرجة والحمد لله تعدلت الأوضاع لأن الدمي يوم يقنع يقول الحمد لله الحمد لله على العافية والعفو هاروح أنعم يوم اللي الدمي الأول معاشه بسيط ترى عايش وحين معاشه زاد ومعلوم الدنيا غالي وكل شيء غالي لكن كل شيء ولا شيء ما تمت المعاشه رواتب ما تمت على ما هي عريفة السنين الأولية وتغير الوقت وغلط الدنيا لا غلط الدنيا وزادت الرواتب وكبرت البيوت كبروا العيال زادوا العيال زادوا المعاش كل من جبت بذره زادوا المعاش الاول 300 الاول 200 عقب 300 عقب 500 على المولود الاول بعد غير الولد يعطون عنه اكثر والبنيه يعطون اقل بالرغم ان البنت هي اللي اكثر تاخذ تصرف عن الولد. هي والله امور بخبركم امور ما انزل الله بها من سلطان لكن الحمد لله رب العالمين نحن بخير وسهال والله يبوكم عايشين عيشتن ما حد عاش في الدنيا العوده عايشين بشراغه واناس ونعمه وفضل يبقي بس حمد وشكر يبقي يقول لادمي الحمد لله نحن بعيد اخير عن غيرنا بلك وستميت ودي يسد لنا الاناس والامن والامان نصبح نمسي في بيوتنا لا نشكو من باس ابدا نعم والله بعيد نحن اخير عن عرب وايده نصبح ونمسي مبسوطين لا ناطور لا همك الله لا هم يحزنون والله بيوتنا تازم طلقه صبح ومساء والله ما حد يقول للكلب سي ما حد يقول لك وين ساير ما حد يدري بك وين ارضك وين سماك. اقول لكم هذا الفيفاي مال السنه شو الحين توه بادي وما اقول لكم اذا تزرع في الموسم شو صغارها توه بادي بيزهر الحين ها على طول ذراعي هذا الحين شوفوا ثمرته هذه ورته تاكل ويرطب ان شاء الله اذا الله جعل من الحيين موسمه تاكل ويرطب لان مزروع في غايه المتمني مره وقت سبع شهر سبعه مبذور بذر شهر سبعه شهر تسعه تنزل الارض عاد بهي برد عليه البراد لازم يضرب عرج الحين ها يضرب عرج ويتقوى لين شوي تنسخ شوي البرد يفت شوي تدفى الدنيا شوف الحين اليوم دفى وايد زين الفيفاي كل من دفى الوقت كل من زان بهذا حين تشوفونه بينشنش وحده بيوصل متر ونص ومترين في خلال الشهرين الجايات شو السبب لانه يبى الشمس يبى الدفاء لانه شيره استوائيه هذه هي ها بيخلينا نار مسعاده شيره هاي الفيفاي من الاشجار الاستوائيه فلذلك تغني يا ليل في الحر والرطوبه فالحين بتبتدي تتنعوش طول 3 شهور 4 شهور ما تزيد عن متر الاربع وتضرب بعرج تحت تتمكن يوم الحين ابتدى الوقت يدفى تي الحفوفه شوي وتي صهدت الشمس شويونه تدفى الارض يبتدي يتقوى اليدع وتتقوى الاوراق والاغصان وتبتدي تظهر الازهار تزهر من تزهر على خلاص ابتدى موسم انه ما تحمى الشمس عليه حامي شوفوا ما شاء الله ما تحمى ايش اللي يخليه اذا زرعت في غير موسم وقت الازهار تضرب الشمس الحاميه ما شي فايده خلاص تموت هذا ماله التويج وما التلقيح يموت ولا يلجح فما يعقد اهم شيء الزراعه الموسم بالاخص الفيفاي اذا تزرعه مبع الموسم ينجح لكن ما تشوف الثمر اللي هو ثمر صح يثمر فوق في قمه الشيره شو الحين انا براويكم سبيل المثال مثلا هاي مخلينها ملعامنه بالعاني لاجل التصوير شوفوا هاي مصغرونها هاي بادي الزهره الحين هذا لان الحين موسمها ها بنات السنه مبذورات شهر سبعه هاي مخلينها هاي بنت العام شوفوا ثمرها وين؟ ها من عند راسي انا بتبتدي تثمر
لكن هذا الحين شو بيستوي؟ هذا من عند الجدم تحت، وين جدم كنت يا الريال بتازم تصير سيسي فوق، يعني هذا الثمر بدال ما يكون حينه ذراعين بيازم طول الريال كل ثمر هذا من الأرض لين فوق قدرة قادر، لأنك أنت زارعنه بتوقيت صح. فلذلك هاي زرع الطريقة اللي أنا أخبركم عنها، الطريقة الزراعة الصح، لأنك أنت بتبذل مجهود وبتزرع، لكن ما تبغي تستفيد تاخذ غل في فايدة، ولا تبغي الحين هاي كم بنحصل منها؟ يمكن 50 حبة ولا 60 حبة، هذه بتحصل أكثر عن 300 و200 و250. هذه حين الموسم، ها وقت النخل، وقت النخل ها كل وحدة تحصل منها الكمية هاي. إذا حين هذه مثلا وقت الموسم، خلص الموسم لين هنيها، هذا توه ظاهر، لكن ما تستفيد ما تاخذ من الكمية كلها. فلذلك هاي شيرة موسمية، تاخذ منها حين في المزارع اللي يبون إنتاج قوي يصيرون يعدمونها من عقب ما تخلص الثمر. شهر سبعة مبذورة بذرة هالكبيرة مكانها، شهر سبعة يبذرون بذرة هالكبيرة ويازم يتريونها عاد شرات الياهل لمقماط ولتلحفة ولتقمطة وتسبح وتعدل لين يصير ويكبر. لكن مدة ذلك كل شيء يباله عناية يباله فهم، وأنا ما بدارس الموضوع. أنا اللهم أني حاب الشيء هذا، حاب الموضوع، موضوع الزراعة أنا حاب بنا عشقي. حياة أبوي بعد كان يعشق الزراعة، أنا أحب البر وأحب البر. شوفوا أي إنسان بالأخص أطريقهم هالبوذبي يعشقون البر والبحر، يعشقون البر والبحر، عندهم مقيض عندهم شتة، مقيضهم يصيرون العين واشتاهم في البحر، تجارتهم السح والسمك، يعني هاي سبحان الله، يعني هاي الأول عيشة العرب. فلبعد لي ما يشابه له مصر وكل الخليج أصلا هالنمونة، ما تلقط امتهانهم مهنة زراعية أو مهنة بحرية أو مهنة برية، ما شيء هالنمونة، كل ما شاء الله عليهم بتاع كله. يعلى الله يحفظهم. يلا بسعد عليكم، معكم محمد تشا. شو إبراهيم محسن؟ لا شو هالبيزات هالكثر؟ الخيبة الخيبة 40 كبير صلاح عطي محسن 40 كيف كم عطني؟ 40 ليه صلاح تعطيه 40 بس نازل المايدة عليه ولا جاي انك القص؟ لا انا كان ليا 20 وهو ايه قابض معاه واغ انت ترى الاول يوم يشوفون الادمي يجسم بيزات وهذا انا بقابض ابوي معاوضه لا تحاتونه. اي والله الاول من حد يشوفوني يجسم بيزات وقابض معاوض معاوضينه ويقاصين بيتهم حسب شي يلعب في البيزات. ها صلاح طلع عليك 40 ام لا على ولي صلاح قولي ما تخبص رخصة البيزة شوفها عندك خف البوك وقين والله الجو خله اول مرة صلاح يعطي 40 ضاري 10 حد من العرب طرت علي سالفة قلت بخبركم بها. حد من العرب لو يسوي لي يسوي تقول في خاطرك إن شاء الله باكر بتتعدل أوضاع أو إنه بيتعدل التصرف هذا، تلتمس لمليون عذر وعذر، مليون عذر تظهر لها البنادم إن كان ذكر أم أنثى. هذا الإنسان اللي غلط في حقك أنت طول هالسنين من كثر محبك أنت له، فأنت تعذره لأنك تعزه وتحبه وتحترمه. أما كان بركات يمكن بركات أمه، بركات أبوه، بركات أخته، بركات أخوه، بركات ظرف هو يمر فيه، لكن مع الأيام يتكرر الخطأ هذا ولا يليجها أرض الله ويقول خلاص أنا خدت بما فيه الكفاية من الشخص هذا أني سامحني وأنا أغلط ومستمر في غلطي. فهذا الشخص الأخير أنك أنت تودره من زمان لأنه ما يفيد فيه، ما يفيد فيه الصبر ولا يفيد فيه العظة ولا يفيد فيه التربية، ما ينفع ما ينفع، يعني كأنك تهدم في مسيرة خراب أو تنفخ في جربة مخبوقة. يعني تغفر وتسامح وتتجاوز عن الزلات وهو ما زال الشخص اللي هالنمونة تركه فايدة. إنسان اللي ما يتعظ
ولا يقيم انك انت جالس تغفر له اخطاءه. هالكلام وجه للذكر والانثى، انك تسامح وتقول في خاطرك المره هاي ما كان يقصد، ما كان ناوي الشيء هذا، ما كان في الحسبان، ما كان يدري، ما كان عنده خبر، ما كان عنده علم. لكن تبي تروي عمرك حقيقة الشخص هذا، ان يعني انت في خاطرك يوم تسامح وتغفر الزلات هاي اللي ما بطاعي توجه من عشرات سنين، تقول في خاطرك هذا زين وهذا ما يظهر من الكلام هذا وهذا، لكن هو ما يستحق انك تضحي في هالسنين كلها تصبر على شيء ما وراء فايدة. لا والله، يقولون هل الباطنة اترك الذنب ولا معانق التوبة، تتركه شباه او شباها ربيع هذه اللي ما وراها فايدة وانها يالسة تقول فيه هالسنين كلها، وانا اتيمل بمفهومي لها اني يعني يمكن ما كانت تقصد، والتمس له او التمس لها الاعذار طول هالسنين كلها. لا والله يا ابوك، ما حد عزم نفسي علي، لا والله ما بيه ينزل لي حد من السماء بيصبرني، مصبرني هالدهر كله. التمس الاعذار لهالدرجه، التمس مره مرتين ثلاث اربع عشر عشرين دبه الحياه وانا التمس العذر، اقول يعني هذا دم ولحم ولا هذا صديج ولا هذا ما كان يقصد، على طول على اساس اني اظهر صوره الشخص اللي انا او الحرمه اللي قدامي او الرجال اللي قدامي او صاحب الصديج اللي قدامي يكون صورته ما تختلف. لا والله، عن الله تصير من وين يا وتنت، وعن الله تصيرها من وين يت وتنت، لو صبع فيه لدام هذا بقصه بفتك منه، والله لو ترى بفتك منه، كان بنادم ميملن دبة حياتي حاطن رزه وحلف براسه وفلان 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 وفلان، وهو يحط لي الشوش المتنكس يديب ثمه واصبوعه بعيني. لا والله، تركه فايدة وغناه، هي والله بعيد عنك يا دول. لا والله، فك عمري مصدع وديانة، هي والله ترى ما يستحق، لا يستحق الصبر هذا كله، ولا يستحق انك انت تيمل دبة الحياة ميملنا وحاطنا رز وفلان وفلان، ابيتم منظرة جميل ونظيف قدامي جنيه محكحك، لكن ما يستاهل. كم بتيمل وكم بتعد الطرطر نعود ما يترقع. يلا برايكم، هذا حد من العرب ذكرا كان ام انثى، تطحن لبر وهو يطحن لك شعير، يدك انت في ثمه وصبوعه بعينك، كم تقول في خاطرك بتتحمل وكم بتيمل تقول لا هذا ما يقصد وهذا يا مادري كيف وهذا وحليل وهذا انا الله تصير. لا والله، العين ما تشوفه عقت الحابول في الشتاء، والله ما اتخبر انا ولا عده لا في السعايه ولا في الرعايه، العين ما شافت اللي هالنمونه. يلا بس عاد عليكم حين ترى، والله المهندس الخبيري مهندس من هاللين الحين، والله مايا الحين داق اللي تقل انا قريب. يلا الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم الله يحفظكم بنرمس عن موضوع وايد مهم، وهذا وقته وهذا موسمه، عوقي الشير الحمضيات، وبالاخص الحمضيات من انبا، من ليمون، شخاخ، ترني، سفريل، الاشياء اللي تظهر روائح عطريه وقت غل الورق. المرض هذا او العوق هذا او الافه هذه اسمها افه صانعه الانفاق. صانعه الانفاق عباره عن ذبابه، الذبابه هاي الله يحفظكم اتي وتحل على الورق اللي هو حديث النمو هذا اللي تشوفونه، وتبيض في ظهر الورقه، بين الورقه الحين لا ترى بالعين المجرده، فش اللي يستوي تبيض في النص، فتمر بمراحل نمو خمسه، اثنين منهن ساكنه البيضه، والمرحله الاخيره اللي هي فقس البيض، من تظهر البيضه من طورها الثالث وقت الطور، المرحلتين الاولى تكون مرحله سكون، المرحله الثالثه فقس بيضه صانعه الانفاق.
فش تسوي الدودة هذه؟ أنا برويكم عدة حالات، ما بالله حالة واحدة هذا خلاص، هاي كد انتهى موضوعها. شوها هاي بيضة، تبيض الذبابة وتجلس البيضة تمشي في هالمكان وتمشي وتتجول لين آخر شيء تفقس البيضة وتظهر من المكان هذا. عقب شو عاد تكون كد امتصت مادة الكلوروفيل اللي تتغذى عليها الورقة، فش اللي يستوي في الورقة؟ تغذيها النمونة، تتجلود وتيبس وتنعق. فالغل الورق الجديد هذا كله يصير في مامش، ما تستفيد من الأشيرة ويكاد أن يقتل محصول كامل آفة هايتي الأشجار. والأخص الموسم هذا هو وقت الغل، أتي الذبابة وتبيض البيضة هذه. مثل ما قلنا لكم صانعة الأنفاق اللي هي الذبابة تمر بيضها يمر بخمس مراحل. أول مرحلتين هن مرحلة السكون. تعالوا الحين برويكم هاي المرحلة الحين الثالثة. شوفوا المرحلة الثالثة هاي كد تفقست البيضة، شوفوا هذه الحين اليرقة تستوي يرقة، شوفوها ها. هاي مرحلة اليرقة، مرحلة اليرقة تظهر عاد شوفوها هذه، شوفوها ايش قالت تلعب. هذا الحين تم تتغذى وتمشي تسوي انفاق دور ما دار الورقة ها من ورا، تمشي تتغذى على مادة الكلوروفيل في هاي في ورقة اللومية او ورقة الشخاخة او ورقة الهمبا، وتجلس لين تجلفعها هالنمونة وتيبس وخلاص تصير ها شو تتغذي هالنمونة وتطيح خلاص روح هالورقة. فيروح الوقت عليك اللي هو وقت الغل الرئيسي حاليا. الحين وقت الشير دومه يغل، لكن ساعات يكون الغل بطيء وساعات الغل فوقه. فالحين انسب وقت للغل اللي هو وقت البراد هذا. انزين طريقة العلاج عندكم طريقتين للعلاج، للعلاج والوقاية. اللي هو اول شيء الطريقة الكيميائية اللي هو بالبرش المبيدات الحشرية اللي هي تكافح الأشياء هاي، والطريقة الثانية اللي هي الطريقة البيولوجية اللي هي الطريقة العضوية. الطريقة العضوية وطريقتها هذا كله حب نرويكم إياه. شوف الشير هاي كلها، هبل الشير هاي كل الشير حاليا اللي في الدولة كله مصاب في كل بلاد. شوفوا ها طالع هذا كله حين ها كله مصاب هذا. شوفوا هاي الشير ها طالع ها هذا حين تو ظاهر منقض الحين بادي بيض عليه. شوفوا ها توه بادي ها طالع ايش حقها ما يبالي دق طبول ها طالعوا توها بادي ها ورق توه ظاهر ها توه ظاهر توه مبرج على وجه الدنيا حلت عليه وتخليه يتجلفع. هذا توه ظاهر الحين مسكين ها شوفوا اللي فوق شوف ايش قايل على هالحاله وعلى هالمنوال. الحين بنرويكم الطريقه اللي هي طريقه المكافحه والعلاج من دودة أو صانعة الأنفاق اللي هي تخرب المحاصيل في كل بلاد في الدنيا العودة، وشو طريقته وكيفية التخلص منها وطريقة إنك تكافح هاي حالة ويا هالمتو، وطريقة إنك تكافح وباستمرار. المكافحة غير عن العلاج، هاي طريقة المكافحة والاستمرارية بطريقة سلمية تفتك من المبيدات الحشرية الكيميائية. نحن قلنا ان شيء علاج اللي هو الكيميائي، العلاج الكيميائي اول شيء غير امن وضار للبشر للعباد والبلاد. العلاج الكيميائي شو يسوي؟ يرش الشيره الورقه بماده دهنيه ويغلف مكان العوق هذا، فتتاثر الورقه وتتقرفص زياده. معلومه تموت اليرقه، لكن مشكله شو؟ ما تسلم على الورقه اللي انت تبي تستفيد منها من الاساس، تعالج تبي تجتل اليرقه هذه والدوده وصانعه الانفاق عشان تستفيد انت من شو؟ من الورقه. انت بهالحاله يوم رشيت الكيماوي تجلودت الورقه وتجلفعت ما استفدت منها. حاليا نحن نرويكم العلاج اللي هو العضوي. العضوي عباره عن لانك عشان بسوي دواء حق بيت كامل ولا مزرعه حالته هو نسبه تناسب. العلاج حق درام ب 200 جالون كيلو ثوم وكيلو زنجبيل واربع مطاطير خل ابيض وصابون سائل.
الثوم ايش قال تشرخه تحطه في المولينكس ملك هالشراخه تحط مثلا 4 حبات لو 5 حبات وتشرخها باي كميه ماء. اهم شيء الثوم والزنجبيل يستوي هذا قوامه. تعال جيب الكاميرا هني طلع امسك حوته بيدك ها يكون بهالطريقه ما في اي حثبار جلب فوق تحت ها شوف ما في أي. بعد هذا نفس الشيء يلا شب كله هني شبها جاي كله كامل بسرعه هذا بسرعه بسرعه ما هذا ثوم هذا زنجبيل وهذاك شو فلفل احمر كيلو يلا شبه 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 هذا فلفل احمر كيلو وزنجبيل كيلو وخل ابيض 4 مطاطير اظني المطاره فيها لتر لو لترين ما شيء مشكله وهذا الصابون اللوكس السائل شبه شبه يوم بتضربون الزنجبيل الكيلو والثوم الكيلو ترى على دفعات على 20 دفعة على 30 دفعة ما شيء مشكلة لو إن شاء الله تحط راس ثوم يتقشر وينحط داخل هاي الماكينة وينحط تمتزر ماء لأنك أنت بتحتاج حق 200 لتر نحن في حد 200 لتر نسبة تناسب الوزن من كل المحتويات هاللي راويتكم إياهن من عقب ما ينطحن بالمولينكس الثوم والزنجبيل تصفيه بالمصفاة هذه لأن أي ماكينة ترش ما بتقدر تيدب المخلفات مال الثوم والزنجبيل لازم يكون مصفى عقب ابوي تنزل هذا مال الرش كان عندك ابوي ماكينه عوده لو ماكينه يلا اشتغل عاده انت ولا ماكينه صغير هذا لاستعمال البيوت الصغار وهاي الماكينه اللي احب اشغل لكم اياها لاستعمال حق البيوت الكبيره او حق او للمساجد الحين هذا الله يسلمكم يستوي رش وآمن ومش مكلف ومش كيميائي يعني مش ضار وعضوي وبيولوجي بيولوجي وعضوي ومش مكلف يعني هذا كله حتى 50 درهم ما يكلف 30 درهم ما يكلف 20 درهم 27 درهم الدنيا هذه كلها ويسدك البيت كامل يعني كل شهر تسوي الرشة هذه في السنة كاملة ما يكلف حتى 500 درهم لكنك انت بتسوي رش كيميائي كل غرشه من هالغراش ب 300 درهم و 500 درهم كل شهر يعني في السنك يبالك مليون عقعوق وهذا يصلح لجميع الافات واكثر الافات وبالاخص حق النخل يوم يغوفر وبالاخص حق امراض العنكبوت العناكب وايد اشياء ينفعها وكل شهر مره وآمن تقدر هذا الصابون اللي يقولون صابون وكيماوي الصابون هذا يتبقى في خلال نص ساعة مش ضار فلذلك ما عليكم باس وهذا دواه وعلى الله شفاه يا أقول لكم أبوي أنا جالس البيت يوني ضيوف قال أبوي نحن جايات نسلم عليك قلت والله مليون مرحبا بك نفس أهلا وسولف أنا ورمس واحدة منها تقهوت والثانية قالت أبوي أنا عظامي عورني ما في أبوي على شرب القهاوي القهوة تضرني قلت لها إن شاء الله ما يهمك ما طاعني خليني أصورهن ما طاعن لها مثل وين الجواتيكن ظاهر الجواتيك ميع الفولك عليه هيوة يا خيب هي الكعب وانت ما شو انت يا شو مريع من العزبة يلا مشكورات ويتكن العافية بيظهر حسك هم تقولي ما قلت لك ما بمسح هذا التليفون الفيلم يلا الله يحفظك بس كن عاد متسميته هاي اللي أتوجه يلا الله يحفظك فداعة الله يا ويلكم تعرف سيارك ما ظهرت الرقم ما حب يعرفه مقواك بعد مرسيدس ها يلقو مكثرة على ما تشوفون رجال دخل وانا ميلس والله يا ابوكم لا هد ولا هدأ
ولا سلم علي سلام اللوادم ولا حبني ولا لوى علي ولا قال لي وين ساير ولا وين يا ولا وين يا يا وخذ لي فردة صحة وعقها في ثمه وكلها وحين على ما تشوفون ساري ابوي يفلح طعامه في الكشرة وانا ميلس لا حبني لا قال لي كم الخبر لا قال لي ايش حالك يا اخوي زين ولا قال لي وين ساير ولا قال لي وين جاي ولا شياته ولا وحين ناوي يزغدني شو بيقتلني شو بيقتلني هالمجرم انت يا جمال انت شو عيال هالنمونة كيف حالك تمام وين جاي سسو الحين انت مربي لو هن مربيات ماذا قاصر انك لا تشرب حسو بالك حريروة اليوم حريروة رقم واحد مساكم الله بالخير عنين هب انت انا بس اسلم على العرب ما بعليك انت شحر شكرا ما علي وسامحونا كثرنا عليكم السنابات لكن السناب هذا اليوم اكرم انك صاحي يا حي صاحي انت شو هالصجيع اقول لهم اليوم كثرنا عليكم السنابات ما علي سامحون لكن شيء الموضوع كان وايد مهم وهالعوق الله يسلمكم يضرب الشير من سنين وما حد عرف له كيف يتخلصون منه ما خلينا مبيد حشري وما خلينا شيء ما حطينا من الكيماويات لغير أشياء ضارة وأشياء ما لها نفع لكن الحمد لله رب العالمين جزاه الله خير اللي طرش لي هالبصرة اللي هو المهندس الأخ العزيز حمد البيرق من أم القيوين هذا يا أبوكم يا ساحر ما شاء الله عليه يا الله يحفظه بيموت على الأغاني السودانية بيموت عليها صلاح شو هذا أغاني مال وين هذا والله والنعم إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بكرة الخميس بنكون الخميس والجمعة والسبت الخميس والجمعة والسبت بكرة العشاء في السكن في فندق بأدرس اللي مشاهد النافورة مالت دبي مول هو بيكون عشانا عندهم بكرة وشي جلسة كوفي بعد عندهم من عقب العشاء وشي جلسة بعد الخارجية بتكون كلها إن شاء الله في فندق ذا أدرس بكرة يوم وفي الليل بنتمشى في دبي مول ما بنحترس بنكون في هذه المنطقة بين المكان ودبي مول وذا أدرس والنافورة وعندك ودونك بنقزر يومنا باكر كله هناك إن شاء الله يوم الجمعة بنتريق عندهم في ذا أدرس وما يدرابنا شو بيكون برنامجنا يوم الجمعة وين بنتغدى لكن بيكون بعد عشانا في ذا أدرس إن شاء الله وبنتمشى في أماكن وايدة في الفندق وبتازم سيارتنا ويايتنا أظن يوم الجمعة احتمال كبير يكون بنتمشى في سيتي ووك العلم عند الله لكن مش أكيد الله أعلم يا في بنكون يا في سيتي ووك ولا في دبي مول إذا الله رب والعلم عند الله لكن بكرة 100% إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بنكون في دبي مول أنا وإبراهيم توفيج والمهندس معنا المهندس اللي هو مدير المكتب منهل ابو محمد شو رايك في فواله هل العين شوف طمش الاكل شوف يا حافظ شوف الاكل طبيعي في الجيم الحين مش في الجيم بعدني ما وصلت للجيم توني على اهبه الاستعداد عن التمرين واليوم بعد الحمد لله واصل من الوقت والامور طيبه وبنام مسخله اليوم عاد وايد السنابات كانت الله الاسعاف ابدا على اهبه الاستعداد ما ادري منو يتمرن طاح وزن على ريوله ما ادري شو جزاهم الله خير ما قصروا لمح البصر يوم حافظ على اسعافنا وحافظ على ابوي خدماتنا اللي في كل شيء حسب تجيبونكم كل شيء عندنا نحن زين فقير توه يقول لك حتى البار ما حاله يخوزونه عن الارض ولان الاسعاف واصله هاي نقول غمض برج سوالف هذا لكم انا استنتجت ان في نص الشهر
وتاريخ 20 و25 و27 و23 و29 و19. الجيم يكون منزور لين عينه، الجيم يكون منزور لين عينه. لكن الأيام اللي من غير يوم يظهر المعاش أول أسبوع تلقط الوادم جليل اللي فيه الجيم. أظن يفتشون حرتهم في الأسواق والمولات يوم عندهم بيزات، يوم ما عندهم بيزات أبوي أظن مزروا والجمات وين بيصيرون؟ وين بيدقوا براسهم؟ أبوي الأسواق أبوي تبقى بيزات، لا تدخل السوق لعد مفلس يزيد غبن يا جليل الدراهم. يلا خير. السلام عليك الريال. أهلين أهلين. ترى هذا الأبو وهذا الولد. هلا الولد والله لا تصورني، أبوي يحلى عني، أبوك أبوي يحلى عنك. سو رياضي زيادة بتغدي إشارات أبوك. الله يحفظك حبيبي، إلى الله يحفظك. تمرين من التمارين الصعبة مال الريول هذا، أنا مسمين هتي هتي يدادا، هتي هتي يدادا، هتي هتي يدادا. أتنومس يوم الجيم يكون في 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 أوادم وايدة، يعني إحنا من يومين ما شاء الله الجيم يعني شو بقول لكم، يعني ممزور لين عينه الجيم، تقريبا ممزور لين عينه من يومين. والله إن شاء الله يكون ظني هذا غلط، إنه يعني عسب إنه ما شيء معاش. أجهزة الكارديو، أجهزة الكارديو ولا جهاز، هذا واحد تو الحين فضاء، شوفوا هذا سارع مثل مثل مكانه من عقب، شوف من عقب ما يتمرنون الشباب، شوف ما شاء الله هذا الحين الشباب شو قاعد متفتح، شوف يمثلون مكانهم من عقب ما يخلصون التمرين. أي إنسان يتمرن هذا يدلك على البيئة، هذا الحين ما بادي مخلص، مخلص من التمرين، شوف يمثل مكانه، ما يتريى يعني حد يقول له ولا شياته، يعني سبحان الله سبحان الله، الله يحفظه جزاه الله خير على هالفعل الطيب. يعيبني الإنسان حتى وقت التمرين، وقت تمرينه يحط فودة، يستعملون فود، فودة فودة الفودة بتستعملها أنظف لك أنت وأنظف للي بيستعمل الجهاز من بعدك ومن عقبك. فهذا شيء جميل إنك تستعمل فود، الجمات كلهن الله مالك الحمد يحطون فود للاستعمار، واللي ما يعيب فود الجيم يبوا يا فودة. أقول لكم ساعة يوم الأسعاف، يوم الأسعاف كانوا موجودين. هذا الله يسلمكم الإنسان اللي يشيل أوزان بدون تركيز، يحمل عمره، لا يكلف الله نفسا إلا لا يكلف الله نفسا إلا نسيت والله استغفر الله العظيم، يعني ما حد يوزع عمره شيء اللي ما يروم عليه. فلذاك الرجال هذاك اللي من فدع ريويلات بهنتينهن وين اليوز تفدعن تحيسن، شل وزن أكثر عن وزن روحه بأربع وديات تفدعن رويلاته، هوها من هالردل ويته الإسعاف والله شله، لقوا حق الإسعاف أبدا غمض برجي وشلوه. هي والله مشكلة، هذا اللي ما يشل ولا يروف بعمره قايس على عمره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يشيل وزن بأربع وديات وين بتروم وتفدع ترويلات ويأتي والله شلت الأسعاف من ساعة. يوم أنا جاي أول ما يأتي بصور هاي صورت الأسعاف، شفت أنا الرجال مفدع ترويلات ما يستوي نافع، هذا أكبر غلط أنك تصور حد مصاب ولا تعبان ولا يمع، هذا يعني تصور طرف الأسعاف من بعيد لبعيد وتربس عن موضوع على هواء، لكن لا تعطل السير ولا تصور حد ولا شيء. المهم ان اللي يشيله اكثر عن وزنه يتغربل بس. يلا هذا نفس الوزن اللي شل مساعه، هذاك الرجال اللي دري خبرتكم عنه، لكن هذاك ابدا عصاجل ما يرومش ال 10 كيلو، موزع عمره هالنمونه كان شاء ماش عاش. روح روح ابو علي، روح 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 ما شاء الله عليك، روح بارك الله فيك. ايوه 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 تبارك الرحمن ما شاء الله. هذا الرجال الحين ياسين نقول له هذا بعد من نوع العصاجل، نقول له لا تشل لا تشل لا تشل ومعزر الا والله شو انا بتحدى عمري، حد يتحدى الحديد يا ريال بينكسر ظهرك. يا ساسوره ترى بنزل ترى بنشرت، لا تقول ما قلت لك، قلنا لك لا تشل يا ريال لا تشل.
يلا بسم الله روح. واي واي قلنا لك واي 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 قلنا لك يا ريان يا ريان ما بعد حديته. خل ابوي هذا خل ما شاء الله عليهم الشباب يرمون. وين عنثرك انت؟ هذا احنا بنشيل اكثر عنك يا ريال. خف علينا هاي المشكله يعني لو نشوه ديته والله يكسر ظهره. معك ابو سلطان انا كلامي صح ولا غلط؟ كلامك صح والله. ما حد يعاند الحديد رويلاتي غير محاور جدر ديسان. شفت الداس داس ابدا رويلات ديسان ما الوزن عشل 120 في كل طرف. ان شاء الله وصلنا ان شاء الله. ما تروم ابوي ما تروم. يباله ها يباله مصاكه يباله مصاكه ما شاء الله تبارك. يباله ها ها لو يدفع صدره لو يدفع بمحمل الدفع ما شاء الله. قلت ما شاء الله أبغى من عقب اليرق. أوه إيش حم فيه؟ آه شعري. أوه. هاي شا خالد خالدي. شا الخير يا خالد الخالدي. اليوم متعشين سمك كان غلتك. في بركة. في بركة أنا وفاهمي. وين الصحون حق علينا؟ ما في شوكولاتة بلاستيك. إليك والدي ووالد الجميع صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظك الله. إليك وبفضلك أكتب استجابة لعام القراءة الذي أعلنته ها أنا اليوم. أزهو بما حققته كواحدة من بناتك من ثمراتك التي أزهرت في حقول العلم التي زرعت بذرتها بأرض خصبة. أعجز عن شكرك يا والدي على كل ما تقوم به من أجلنا نحن أبناء الإمارات والذي يعد تجسيدا واستمرارا لنهج والدنا المؤسس الشيخ زاي طيب الله ثرى. بما أن أنت كاتبة وأنني لفخورة أنت اقرأها. الله الله الله. وأنني لفخورة بأن أكون أول بناتك وطفلتك الصغيرة التي تشارك بمجموعاتها القصصية الأولى في هذه المبادرة المعطاءة. مساكم الله بالخير. شيء طبيعي للعيون بغورجات وفي رقاد يا غير مهان علي أرقد قبل ما نزل الفيديو اللي يعيني ما البنية صغيرون. هذا الفيديو تابع للبنت الطفلة نورة عادل البنا أصغر طفلة كاتبة إماراتية عمرها 10 سنوات والبنت حاصلة على جائزة الشارقة للعمل التطوعي المركز الأول. شاركت أسرتها هذا العمل. أهلها بعد شجعوها على أنها تكون كاتبة للقصص. الله يوفجها ويسدد أخطاها لما يحب ويرضى يطرح البركة فيها وإن شاء الله تواصل طريقها في كتابة القصص وإلى المزيد. اليوم يوم الخبيثة الصاروطية العالمية تذكرنا فيك يا الخالدي.